وزير الخارجية سامح شكري يواصل لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. بدء التصويت في 4 أقاليم أوكرانية على الانضمام لروسيا وسط معارضة أوكرانية ودولية واسعة. تايوان تعلن إجراء تدريبات دورية بالذخيرة الحية في مضيقها بعد عبور 452 طائرة صينية خلال سبتمبر. 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 1 ظهرا بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. تعزيز التعاون الدولي والتأكيد على دعم مصر لاستقرار وسيادة الدول محاور ارتكزت عليها لقاءات وزير الخارجية سامح شكري بنيويورك، وذلك على هامش مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي ذلك في إطار حرص مصر على المشاركة في المحفل الأممي كل عام لطرح رؤيتها إزاء مجمل القضايا الدولية والإقليمية وتأكيد حرصها على تعزيز العمل الدولي المشترك. شارك وزير الخارجية سامح شكري في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة تنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في نيويورك. وأكد شكري خلال الاجتماع على دعم مصر لعمل اللجنة التي تمثل نموذجا للتنسيق والتشاور الفعال بين مختلف الأطراف الدولية بهدف دعم الجانب الفلسطيني على الصعيد الاقتصادي والمساهمة في وضع الأسس الاقتصادية التي يمكن للدولة الفلسطينية الاستناد عليها في إطار حل الدولتين. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في نيويورك، وذلك في إطار حرص مصر الدائم على دعم واستقرار لبنان. شهد اللقاء نقاشا حول التطورات الجارية على الساحة اللبنانية، حيث أكد شكري على أهمية إتمام الاستحقاقات الدستورية بما يحقق الاستقرار في لبنان ويعبر بالبلاد التحديات التي تواجهها. وأضافت الخارجية في بيان أن رئيس الوزراء اللبناني أعرب عن تطلعه لاستمرار دعم مصر لبلاده على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري مع ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. خلال اللقاء أعرب الجانبان عن اعتزازهما بهذا العام باعتباره يمثل الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدين على الشراكة التاريخية القائمة على التعاون والمصلحة المشتركة. كما شهد اللقاء نقاشا حول آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، فضلا عن التحديات التي يواجهها المشهد الدولي الحالي. هذا وشهد اللقاء نقاشا حول المستجدات الخاصة بعمليات السلام، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة حلحلة الجمود الحالي في ملف عمليات السلام من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. هذا وتتواصل في مدينة نيويورك الأمريكية أعمال الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتركز الاجتماعات على العديد من الأزمات التي يشهدها العالم، بدءا من العملية العسكرية في أوكرانيا، مرورا بالكوارث المناخية، وصولا إلى انعدام الأمن الغذائي. وغابوا عن برنامج الوجبات اليومية الذي يغذي الأطفال بالملايين في أنحاء البلاد. وفي بداية الجائحة قامت سلطات الصحة ومنظمات الصحة العالمية والوكالات. We are deeply grateful for the speedy, generous action taken by the Australian government in deploying medical specialists, ventilators and intubation equipment, training local staff. When a vaccine became available, Australia provided us beyond our needs, enabling
The vaccination of more than 72% of our people, including children, in record time. Government and civil servants who at times move at a tropical leisurely pace quickly drafted a COVID prevention economic recovery strategy, which included. إلى الشأن العراقي، حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من نيويورك عزمه الدعوة إلى جولة ثالثة من الحوار الوطني لحل مشكلة البلاد. وقال الكاظمي في حوار مع شبكة الإعلام العراقي إنه سيشرح في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والمناخي والتحديات الكثيرة التي تواجه بلاده. وأضاف أن جميع قادة دول العالم مجتمعة على أهمية دور العراق لترسيخ الاستقرار في المنطقة. وفي اللقاء ذاته كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن اعتقال شخص اعترف بقتل المتظاهرين، مضيفا أنه سيلجأ لمعالجة مشكلة السلاح المنفلت بكل هدوء. ميدانيا، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن مقتل إرهابي حاول التسلل بالوديان شمالي غربي راوة بمحافظة الأنبار. وذكر بيان للإعلام الأمني أنه من خلال المتابعة الميدانية والرصد المستمر تمكنت القوات الأمنية في قيادة القوات البرية من قتل أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد أن حاول التسلل بالوديان قادما من أحد الأوكار شمالي غربي راوة. وأضاف أن قيادة عمليات الجزيرة شرعت بعمليات تفتيش واسعة ضمن قاطع المسؤولية. أعلن رئيس لجنة التحقيق المستقلة إريك مويس أن اللجنة خلصت إلى ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وقال إريك مويس إنه بناء على الأدلة التي جمعتها اللجنة خلصت إلى أن جرائم حرب قد ارتكبت في أوكرانيا بناء على أدلة جمعت من 4 مناطق في البلاد. وزارت اللجنة 27 مكانا وأجرت مقابلات مع أكثر من 150 ضحية وشاهدا. بدأت روسيا تنظيم استفتاء في 4 مناطق من أوكرانيا في تصويت من المتوقع أن تستخدمه لتبرير ضم تلك المناطق، ولكن كييف قالت إن التصويت إلزامي إذ يتعرض السكان لتهديدات بالعقاب في حالة عدم المشاركة. يأتي التصويت على ما إذا كانت تلك المناطق ستصبح جزءا من روسيا بعد أن استعادت أوكرانيا هذا الشهر السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في هجوم مضاد. إلى منطقة اللاعودة وصلت الأزمة الأوكرانية بعدما بدأت
عملية التصويت على الاستفتاء على ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا هي لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، وتستمر حتى 27 من سبتمبر في خطوة اعتبرتها كييف ودول غربية عدة صورية اعتراض غربي على التصويت، فاعتبر حلف شمال الأطلسي أن الاستفتاءات الصورية في أوكرانيا غير شرعية. أما منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فشددت على أنه لا قوة قانونية لنتائج الاستفتاءات، إذ لا تتوافق مع القانون الأوكراني أو المعايير الدولية. ففي الاستفتاء على انضمام دونيتسك تم وضع 450 مركز اقتراع على أراضي المنطقة الواقعة شرقي أوكرانيا، كما فتح أكثر من 200 مركز اقتراع آخر في الداخل الروسي حتى يتمكن سكان المنطقة الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا من التصويت. كما تم طباعة أكثر من 1.5 مليون بطاقة اقتراع للتصويت على الاستفتاء في هذه المنطقة. وبالنسبة لمنطقة لوهانسك تقرر فتح 461 مركز اقتراع في المنطقة بالإضافة إلى 201 مركز اقتراع آخر في الداخل الروسي. أما في منطقة زابوريجيا التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال الفترة الماضية، فقد وضعت السلطات المحلية الموالية لموسكو 394 مركز اقتراع. أما السلطات المحلية في منطقة خيرسون فقد وضعت 8 لجان إقليمية للتصويت و198 لجنة فرعية، فيما يتم فتح مراكز اقتراع للتصويت في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، بالإضافة إلى عدد من مدن الداخل في روسيا. وتتوقع لجنة الانتخابات المركزية مشاركة ما يقرب من 750 ألف ناخب في التصويت. أهلا بكم من جديد إلى نشرة الثالثة والملف الروسي الأوكراني، حيث كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة ظلت على مدار عدة أشهر ترسل رسائل خاصة إلى موسكو تحذر فيها قيادة روسيا من التداعيات الوخيمة التي ستترتب على استخدام أسلحة نووية. وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إن الولايات المتحدة أبقت التحذيرات بشأن عواقب الضربة النووية الروسية في أوكرانيا غامضة بشكل متعمد، وهو الأمر الذين ارتأوا أنه سيثير قلق الكرملين بشأن الرد. وأوضحت واشنطن بوست أن محاولة البيت الأبيض زرع ما يعرف في عالم الردع النووي باسم الغموض الاستراتيجي جاءت في الوقت الذي لا تزال فيه روسيا تصاعد من خطابها بشأن الاستخدام المحتمل للحرب النووية في ظل تعبئة تهدف إلى تعويض الخسائر العسكرية الروسية شرق أوكرانيا. نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر تصدي قوات الإنزال الجوية الروسية لهجوم شنته مجموعة من المدرعات الأوكرانية. وقالت الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بمحاولة هجوم فاشلة على مواقع الجيش. وذكرت الوزارة أنه تم كشف خطة الجيش الأوكراني في الوقت المناسب، وذلك بواسطة الاستطلاع الجوي بطائرات بدون طيار. وخلال القتال تمكن المظليون الروس من القضاء على أكثر من 120 عسكريا من القوات الأوكرانية، وكذلك تدمير العديد من العربات المدرعة والسيارات المصفحة. أكد المتحدث الصحفي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد أن بلاده ستعتبر محاولة أوكرانيا لإعادة دونباس والأراضي المحررة الأخرى بمثابة هجوم على أراضيها. واشترطت روسيا أن يكون ذلك في حال كان القرار إيجابيا في الاستفتاءات التي بدأت اليوم بشأن ضم الإقليم لروسيا. إلى ذلك التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. جاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وناقش لافروف وغوتيريش التطورات الأخيرة المتعلقة بالصراع في أوكرانيا، وكذلك تصدير الأسمدة الروسية ومبادرة حبوب البحر الأسود. (تصفيق)
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده لن تخوض الحرب إلا عندما يتعين عليها الدفاع عن نفسها فقط. وأكد لوكاشينكو أنه لا توجد خطط لإعلان التعبئة في بيلاروسيا أو الانضمام إلى الصراع. وأكد لوكاشينكو أن بلاده لن تقاتل إلا عندما يتعين عليها الدفاع عن أراضيها، لافتا إلى أن المعارضين يلعبون دورهم بالترويج لأن بيلاروسيا قد تعلن التعبئة على غرار روسيا. We will do everything with you to fulfill your wishes. The majority here want to reunite with their family. قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إنه التقى نظيره الروسي سيرجي لافروف في نيويورك، حيث بحث إمدادات الغاز وبناء مفاعل باكس النووي الذي تقوم به روس أتوم الروسية بإنشائه. وأوضح سيارتو أنه سيلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة روس أتوم لبحث التطورات الرئيسية في مشروع المحطة النووية. كانت غاز بروم الروسية قد بدأت الشهر الماضي زيادة إمدادات الغاز إلى المجر، إضافة إلى الكميات المتفق عليها سابقا بموجب اتفاق توريد طويل الأجل. قررت الحكومة البريطانية مراجعة نظامها الضريبي لتسهيل إجراءاته. وقامت الحكومة بتخفيض الضريبة على الصفقات العقارية في بريطانيا ابتداء من اليوم. وقال وزير الخزانة في مجلس العموم أنه تقرر توسيع قاعدة الدعم للعاطلين عن العمل فوق 50 عاما، إلى جانب تقديم خدمة التسوق المباشر دون ضريبة للزوار من خارج المملكة. It is currently higher than the headline top rate in G7 countries like the US. وكان الجنيه الاسترليني قد تراجع إلى أدنى مستوى في 37 عاما مقابل الدولار، وذلك قبل الإعلان عن تلك التخفيضات الضريبية. وهبط الجنيه الاسترليني نحو 6% إلى 1.117 دولار، بينما استقر أمام اليورو عند 87.4 بنس لليورو. هذا وقد أثرت قوة الدولار على أداء جميع العملات الرئيسية خلال الأشهر الماضية. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محسن السلموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية. دكتور محسن بعد التحية، يعني كيف ترى وتقرأ مراجعة بريطانيا لنظامها الضريبي؟ تحية طيبة بهديها لحضرتك وبهديها لإخواتي الشعب المصري. ست كل النهاردة الشعب الإنجليزي والشعب الأوروبي بالذات يمر بخبرة لن يشوفوها قبل كده، اللي هي خبرة الحرب وخبرة التقشف اللي هم لم يتوقعوا أنها ممكن تصل لهذه النتيجة. النهاردة في ضغط خطير على الاقتصاد الإنجليزي، والاقتصاد الإنجليزي فيه ذبذبة كبيرة نتيجة تضخم خارجي جاي من نتيجة ارتفاع الطاقة. وزي ما حضرتك عارفة أن إنجلترا وأوروبا بيأكلوا طاقة ويناموا طاقة ويقوموا طاقة، فالطاقة بتمثل 80% لأنها في دول صناعية. النهاردة نقص الغاز وارتفاع أسعار الغاز وارتفاع أسعار الكهرباء أثر تأثيرات كبيرة على المستهلك الضعيف الصغير اللي موجود في كل المستهلكين الموجودين في إنجلترا، أدى إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية، أدى إلى زيادة أسعار النقل، أدى إلى زيادة التكلفة بتاعت التدفئة اللي موجودة في البيوت. نتيجة هذا بدأت في إضرابات تحصل خطيرة موجودة في إنجلترا، بدأت من بوريس جونسون قبل ما يتيجي ليستر تشيز. الرئيس الوزراء البريطانية الجديدة
النهاردة قالت إيه؟ قالت إنها علشان تساعد الناس دي لازم تخفض الضرائب. هتبدأ هي في ضريبة المضافة على، ودي يمكن من أهم الضرائب اللي موجودة اللي بتضاف على اللي هي التغذية والبضاعات والكوتس كلها. الضريبة دي 21%، النهاردة في احتمال إنها تنزل 16%. ده نتيجة إيه؟ إنها النهاردة عاوزة تهدئ الشارع البريطاني. لأن النهاردة الشارع البريطاني بدأ فيه زبزبة ضد الحرب مع روسيا، تمام؟ فدي حاجة. طيب دكتور محسن، على يعني بالتوازي مع ذلك القرار، هناك قرار آخر بإلغاء الحد الأقصى للحوافز المقدمة للموظفين في القطاع المصرفي، وهو ده كان بيعد يعني سقف ورثته المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. وما رأيك في هذا القرار وانعكاسه على قطاع الخدمات المالية في بريطانيا؟ أولاً ليس تراست في ثلاث قرارات كلهم ضد بعض تم اتخاذهم. نمرة واحد، القرار اللي هو رفع الحد الأدنى أو الحد الأدنى للحوافز اللي موجودة، وبالذات للبنوك، موظفي البنوك وموظفي الشركات الاستثمارية وموظفي الصناديق الاستثمارية. ده قرار سياسي لليس تراست نفسها شخصية، لأن ليس تراست تم انتخابها في إنجلترا مجموعة كبيرة من هذه المجموعات، تمام، اللي هي اللي بسموها كونسيرفتيف، أكثرها 80% من الناس دول كونسيرفتيف. دي اللي هي ساعدتها في الانتخابات إنها تصل لرئاسة الوزراء، فده كان وعد من الوعود اللي موجودة ده. إنما ده مش قرار اقتصادي، ده قرار سياسي. أنا بعتبره قرار سياسي. نعم. القرار الثاني السياسي الخاطئ اللي حصل في إنجلترا في الوقت، رفع سعر الفايدة مقارنة بسعر رفع سعر الفايدة بتاعت أمريكا. أنا النهاردة عندي تضخم اقتصادي عالي، التضخم الاقتصادي اللي جاي ده جاي من خارج إنجلترا، تضخم اقتصادي مفروض علي فيها، علاجه مش رفع سعر الفايدة. رفع سعر الفايدة بيقلل السيولة، هيزود إضرابات إن أنا أرفع الإيجور، يبقى أنا بزود نفسي بالطريقة دي، بزود التضخم أكتر مما هو. في نفس الوقت هي بتضيف سيولة للسوق، للناس اللي موجودة بقطع الضرائب. فالنهاردة البنوك المركزية والبنك المركزي البريطاني بالذات، تمام، أنا شايفه القرارات بتاعته ملخبطة وكلها ضد بعض. نعم. ومش قادر ياخد الموقف، يعالج الأمور إزاي. الموقف الوحيد لمعالجة هذه الأمور هما أن يحصل فيه سلم مع روسيا وتنتهي الحرب ده. نعم. اللي موجودة. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محسن السلموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية. رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بجهود صربيا لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة. جاء ذلك خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان ورئيس صربيا في مدينة نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد ناقش الجانبان تقدم الذي أحرزته صربيا في جذب الاستثمار الأجنبي وضمان مرونة سلاسل التوريد وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي. تطرق أيضا النقاش إلى الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي غرب البلقان. حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي من أن العالم يواجه أزمة عاصفة، داعيا المانحين إلى منح بعض أرباحهم لمعالجة أزمة توريد الأسمدة ومنع نقص الغذاء. وأوضح بيزلي أنه يوجد حوالي 50 مليون شخص في 45 دولة يطرقون أو يحاولون أن يخرجوا من المجاعة، مشيرا إلى أنه إذا لم تستطع الدول الوصول إلى هؤلاء الأشخاص فسيكون لدينا مجاعة وجوع وزعزعة للاستقرار في دول العالم، كما أنه ستكون هناك هجرة جماعية.
أعلنت تايوان عزمها إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في مضيقها بشكل دوري. وقالت وزارة الدفاع إن المناورات ستجرى بالذخيرة الحية في جزر قرب الصين كل شهرين. وأضافت الوزارة أنها رصدت 452 طائرة و112 سفينة حربية صينية خلال شهر سبتمبر. صرح مسؤول أمني تايواني أن فرض حصار صيني على تايوان أو الاستيلاء على أي جزيرة بحرية سيعتبر عملا حربيا وأن تايوان لن تستسلم. كان المكتب الرئاسي بتايوان قد أعلن أن بلاده تريد السلام ولكن ستدافع عن نفسها حال تعرضها للهجوم، ولم تذكر تايوان تفاصيل ما قد تعتبره هجوما يستدعي الرد. جدد وزراء خارجية اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية معارضتهم لأي محاولات لتغيير الوضع الراهن للأراضي بالقوة وسط تزايد نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. جاء ذلك خلال اجتماع كبار الدبلوماسيين في نيويورك على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الثلاثة التزامهم المشترك بدعم احتياجات دول جزر المحيط الهادئ، وهي منطقة تعمل فيها الصين على توسيع نطاق نفوذها. ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات المسلحة الأذرية انتهكت وقف إطلاق النار مجددا وفتحت القوات نيران من أسلحة مختلفة الأعيرة على مواقع قتال أرمينية واقعة في الاتجاه الشرقي للحدود بين البلدين. وأشارت وكالة الأنباء الأرمينية إلى أن القوات الأرمينية قامت بالرد على إطلاق النار من الجانب الأذري لكنه لم يسفر عن خسائر. اتهامات متبادلة تضاف لتبادل إطلاق النيران بين الدولتين الأوراسيتين أرمينيا وأذربيجان، فقد اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية القوات المسلحة الأذربيجانية بفتح النار على مواقع أرمينية في انتهاك لاتفاق لوقف إطلاق النار. وبرغم أن أذربيجان لم ترد بعد على هذه الاتهامات، إلا أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع اتهمت باكو أرمينيا بالقيام باستفزازات على الحدود المشتركة بإطلاق قذائف مورتر وعبوات ناسفة على قوتها. وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين الجانبين هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 200 جندي في أكثر المواجهات دموية منذ الحرب التي استمرت 6 أسابيع بين البلدين السوفيتين السابقتين في عام 2020. وجاء الاتهام صباح اتهام رئيس الوزراء الأرميني باشنيان للقوات الأذربيجانية بارتكاب ما أسماه بالفظائع التي لا توصف، من بينها خصوصا التمثيل بجثث عسكريين وعسكريات أرمن خلال المعارك التي دارت بين البلدين الأسبوع الماضي. وفي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اتهم باشنيان الجيش الأذربيجاني بقصف البنى التحتية المدنية، مما أدى إلى تهجير أكثر من 7600 شخص من ديارهم. ويبدو أن الماضي لا يفتأ يلقي بظلاله، حيث خاضت أرمينيا وأذربيجان حربين في تسعينيات القرن الماضي وفي عام 2020 من أجل السيطرة على ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه. وبموجب اتفاق تنازلت أرمينيا عن أراض سيطرت عليها لعقود، ونشرت موسكو حوالي 2000 عسكري للإشراف على الهدنة الهشة التي تنتهك من حين لآخر. لأول مرة منذ نحو 4 سنوات وفي تصعيد جديد موجه لبيونغ يانغ، وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية. حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان تنضم إلى سفن عسكرية أخرى في استعراض للقوة يهدف إلى إرسال رسالة إلى كوريا الشمالية. في خطوة قد تزيد من التوتر بين سول وبيونغ يانغ، وصلت رونالد ريغان حاملة الطائرات الأمريكية إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 4 سنوات.
مسؤولون أمريكيون أكدوا أن وصول حاملة الطائرات هدفها الانضمام إلى سفن عسكرية أخرى، في حين تعتبره كوريا الشمالية استعراضاً للقوة. قائد المجموعة القتالية الأمريكية الأميرال مايكل دونلي أكد أن الزيارة كانت مخططة منذ فترة طويلة، وتهدف إلى بناء علاقات مع الحلفاء في كوريا الجنوبية وتعزيز العمل المشترك بين القوات البحرية. الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول كان قد دعا في وقت سابق إلى إجراء المزيد من التدريبات المشتركة وغيرها من العروض العسكرية كتحذير لكوريا الشمالية التي أجرت هذا العام عدداً قياسياً من التجارب الصاروخية، بعد أن فشلت المحادثات في إقناعها بإنهاء تطوير أسلحتها النووية وصواريخها. هذا وقد نددت كوريا الشمالية بالانتشار العسكري السابق والتدريبات المشتركة مع جارتها الجنوبية، ووصفتها بأنها تدريبات للحرب ودليل على السياسات العدائية لواشنطن وسول. أعلن الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي أن المدينة ستنهي الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق للوافدين الدوليين بدءا من الاثنين المقبل. كان الوافدون من الخارج إلى هونغ كونغ يخضعون لحجر صحي في الفنادق لمدة 3 أيام يعقبه 4 أيام من المراقبة الذاتية. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن اليابان سوف تلغي الحد الأقصى للعدد اليومي للوافدين من الخارج اعتبارا من 11 من أكتوبر المقبل. يأتي ذلك في إطار جهود طوكيو لتخفيف ضوابط مكافحة كورونا الحدودية، ومن خلال إلغاء سقف الدخول اليومي تهدف اليابان إلى إنعاش اقتصادها الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي تضرر بشدة نتيجة غياب السياحة الخارجية وبسبب فرضها ضوابط حدودية لمكافحة فيروس كورونا. أكدت الولايات المتحدة إصابة أكثر من 24 ألف حالة بجدر القردة وفقا لأحدث البيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وقد أبلغت كاليفورنيا عن أكبر عدد من حالات الإصابة بجدر القردة، حيث بلغ 4753 حالة، تليها نيويورك وفلوريدا وتكساس، وذلك وفقا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض. في الهند، ومع الفيضانات الشديدة، أغلقت السلطات الهندية بالعاصمة نيودلهي عددا من مقار الشركات والمدارس، وحثت السلطات الهندية السكان على العمل من المنزل بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات واسعة النطاق. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن قنوات الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي بثت صورا لسيارات تغمرها المياه على طرق في جوروغرام، وهي مدينة تابعة لنيودلهي، شهدت هطول أمطار بمعدل كبير خلال 24 ساعة حتى وقت متأخر من مساء أمس. أعلن إقليم جيانغ تشيب وسط الصين حالة التأهب من المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى لإمدادات المياه، وذلك لأول مرة. جاء ذلك بعد انحسار مياه بحيرة بويانغ إلى مستوى قياسي منخفض حسب ما ذكرت حكومة الإقليم. وقال مركز مراقبة المياه في جيانغ تشي إن مستويات المياه في بويانغ ستنخفض أكثر في الأيام المقبلة مع استمرار الحد الأدنى من هطول الأمطار. وقالت إن هطول الأمطار منذ يوليو هو أقل بنسبة 60% عن العام السابق.
أطلقت وزارة الصحة 5 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تنطلق القوافل اليوم وغدا في عدة محافظات، وتشمل القوافل الكشف والعلاج المجاني في جميع التخصصات الطبية، وذلك بالجيزة والدقهلية ودمياط والغربية والوادي الجديد. قال محافظ المنيا أسامة القاضي إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا. وضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا على مدار شهر أغسطس الماضي. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 467 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 158 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 57 طن، كما تم ضبط أكثر من 100 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 729 قضية، من بينها 66 قضية خبز ناقص الوزن و69 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من صور تزعم تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر وإزالة الأشجار النادرة بها تمهيدا لبيعها. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما يجري هو تنفيذ لخطة شاملة بهدف تطوير الحديقة الدولية ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على محتويات أجنحة الدول المختلفة المتواجدة بها، وذلك من نباتات وأشجار نادرة، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي وجذب مزيد من الاستثمارات داخل الحديقة ورفع كفاءة الحديقة بما يليق بزوارها من المواطنين. أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة أن الدولة تسعى لتطوير منصة أيادي مصر لتسويق المنتجات التراثية وتوسيع نطاقها لفتح أسواق جديدة وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب. وخلال اجتماع تنسيقي أول للجنة الوزارية الخاصة بتطوير ودعم المنصة، شدد هشام أمنة على الاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي للمنصة وخلق فرص عمل للمرأة والشباب بالمحافظات، وذلك بما يساهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشاريع والمبادرات التي يتم تدشينها، ومنها منصة أيادي مصر الإلكترونية والتي ساهمت في خلق فرص عمل لا سيما خلال جائحة كورونا. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن الشركة العامة للبترول والمملوكة بالكامل للدولة تتبوأ حاليا مركزا متقدما في إنتاج الثروة البترولية والغازية على مستوى صناعة البترول المصرية، وذلك بعدما أصبحت ثالث أعلى شركة من حيث معدلات الإنتاج. جاء ذلك خلال رئاسة الملا أعمال الجمعية العامة للشركة عبر الفيديو كونفرنس، حيث أوضح وزير البترول أن الدعم المستمر الذي أولته الوزارة للشركة منذ عام 2016 في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول قد انعكس إيجابيا على تطور معدلات إنتاجها نتيجة مضاعفة حجم الاستثمارات عدة مرات وإسناد مناطق امتياز جديدة للشركة. احتفل الفائزون بجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها الثانية بطريقتهم الخاصة، بتكريمهم بمشاركة أبناء مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا. جائزة الدولة للمبدع الصغير تم استحداثها للمرة الأولى العام الماضي تأكيدا لاهتمام الدولة بالأطفال والنشء وتقديرا منها لموهبتهم وإبداعاتهم.
يرقصون بأناملهم على السلم الموسيقي ويبدعون بأصواتهم على المسرح الصغير. هم الفائزون بجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها الثانية، يحتفلون بطريقتهم الخاصة بتكريمهم اليوم بمشاركة أبناء مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية. كنا نعيش في ظروف استثنائية بسبب ظروف كورونا، ورغم كده الجائزة لم تتوقف، جرت عمليات التقدم، جرت عمليات التحكيم والفحص، جرت احتفالية لتكريم الأطفال في العام الماضي. فالرسائل الحقيقة واضحة جدا وبتمثل انعكاس فعلي، ليس فقط بالقول عن أنه ما نص عليه الدستور المصري من أن الثقافة والفنون حق لكل المواطنين. فعندما تأتي الدولة وتستحدث جائزة بهذا المستوى، لأنها ليست مسابقة، هي جائزة بتحمل اسم الدولة تخصص لهذه الفئات العمرية الصغيرة، فهي بتؤكد أن هناك اهتمام بهذه الأجيال الناشئة. 32 فائزا وفائزة لا تتخطى أعمارهم 18 عاما حصلوا على جوائز للإبداع والابتكار، وتتعدد الجوائز من مادية وعينية وشهادات تقدير بهدف تحفيز القدرات الإبداعية الفنية والثقافية للمشاركين، بالإضافة لمشاركة ذوي الهمم الذين تركوا بصمة خاصة بهم. أنا شاركت في الجائزة الدولة المبدع الصغير بالغناء، أنا يعني كانت أول مرة أشارك فيها بالجائزة دي. كان إحساس لطيف جداً، عدنا أول مرحلة، بعدها عزفنا في قدام لجنة مكونة من 10 أشخاص، بعدين المرحلة دي بس. أنا أول مرة أسجل في المسابقة ديات، ما كنتش أسمع عنها الدورة الأولى، وقدمت فيها الدورة الثانية، وكنت داخل قسم الابتكارات العلمية بابتكار لروبوت اختبار الموقع، والحمد لله خدت عليه، سجلت براءة اختراع ولسه ماشي في الموضوع دلوق إن شاء الله خير. وكان إحساس يعني جميل جدا لما تلقى بلدك بتشجعك على البداية، ومحفز جدا في السن الصغير ده أن في حد وراك بيشجعك ويقول لك يلا نبدأ أهو. أنا شاركت في فرع القصص القصيرة، أنا كنت في الأول مهتمة جدا بكتابة القصص، كسبت في جائزة إذاعة الثقافية البرنامج الثقافي حكايات مساء، طلعت المركز الثالث في كتابة القصص، فشد انتباهي كتابة القصص في المدرسة عندي، قالوا لي على مسابقة المبدع الصغير، اشتركت وبعت أعمالي على الإنترنت. أنا دخلت في فرع الشعر، وطبعا بشكر الرئيس السيسي والدولة على المسابقات التشجيعية بتاعت الأطفال، وبشكر القائمين على جائزة الدولة المبدع الصغير. أخذت جائزة الدولة المبدع الصغير في فرع الابتكارات العلمية. البروجكت عبارة عن ايه وعملته ازاي؟ البروجكت عبارة عن ايه؟ عبارة عن مشروع مخصص للناس اللي عندهم شلل نصفي. سمارت لايف، يعني عندك بيت ذكي وكرسي ذكي بتتحكم بيهم بالصوت وبالتليفون. فزت بجائزة الدولة المبدع الصغير فرع القصة. أول حاجة أنا شاركت إلكتروني بثلاث قصص، عنوانهم أول قصة عنوانها الملاك نور، وهي قصة إنسانية نفسية، وتاني قصة جده في مدينة الأساس، وهي صراع بين الماضي والمستقبل، بين الحركة والسكون، وثالث قصة اسمها صداقات زائفة. ويأتي الاحتفال ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة لبناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال آليات موحدة تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتحقيق الريادة الثقافية لمصر. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. أيقونة شعر العامية المصري الذي كتب التاريخ من خلال الأغاني والأشعار التي شكلت وجدان المصريين على مدار عقود، إنه شاعر الغلابة الشاعر الراحل سيد حجاب الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده. We'll be right back.
الله الشاعر الكبير سيد حجاب بقدر ما أمتعنا جميعا. إلى هنا نصل إلى ختام نشرة الثالثة، بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز عناوينها. وزير الخارجية سامح شكري يواصل لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. بدء التصويت في 4 أقاليم أوكرانية على الانضمام لروسيا وسط معارضة أوكرانية ودولية واسعة. تايوان تعلن إجراء تدريبات دورية بالذخيرة الحية في مضيقها بعد عبور 452 طائرة صينية خلال شهر سبتمبر. نهاية النشرة. أشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين.